شهد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القاده الذين امضوا مده خدمتهم بقوات المسلحه واحيلوا للتقاعد في الاول من يوليو 2022 وقام وزير الدفاع بتقليد القاده المكرمين وسام الجمهوريه من الطبقه الثانيه بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يوليو 2022 وألقى أقدم القادة المقرمين كلمة قدم خلالها الشكر والامتنان للقوات المسلحة لرعايتها المستمرة والدعم المتواصل الذي تقدمه لهم ولأسرهم مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل دائما عنوانا للعطاء والوفاء جيلا بعد جيل وقام الفريق أول محمد زكي بتقليد القادة المقرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة. تقديراً لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة. وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة. للقاده المقرمين الذين امضوا خدمتهم داخل القوات المسلحه بكل امانه واخلاص وتفان في اداء واجبهم ووهبوا انفسهم لخدمه الوطن والدفاع عنه في مختلف الاوقات والظروف مؤكدا على ان ما قدموه من عطاء وتضحيات لرفعه شان الوطن سيذكرها التاريخ دائما مشيدا بدورهم في خدمه القوات المسلحه وتماسكها في مواجهه كافه الصعاب وحرصهم الدائم على الوصول بها الى اعلى مستويات الاستعداد والكفاءه القتاليه. واكد الفريق اول محمد زكي ان رجال القوات المسلحه سيظلوا دائما على قدر المسؤوليه الملقاه على عاتقهم مهما تعقبت الاجيال بكل شجاعه وشرف. مؤكدا ان الدفاع عن امن الوطن واجب مقدس ومهمه ساميه لا تهاون فيها. كما وجه القائد العام الشكر لاسر القاده المكرمين. تقديرًا لما تحملوه من مسؤولية اجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على البذل والعطاء. حضر الاحتفال الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم.